السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سيراي، وهالمقطع بيكون شرح تحديات طور الجيتاوي الجديد. معنا 7 تحديات جديدة ونزلت وخاصة بالطور، وكل تحدي عليه جوائز مميزة. وقبل ما نبدأ الشرح، ثاني من وقتك وحط لايك على المقطع، ولو حابب تدعمني بشرح التحديات تقدر تحط كود المتجر سي أو عندك، ويلا نروح للتحديات. التحدي الاول اللي معنا كثير سهل، ولو خلصت راح تاخذ الفأس او البيكاكس الخاص بطور جيتاوي. والمطلوب هنا انك تخلص تحديين اثنين من تحديات الجيتاوي. مثل ما تشوفوا، لو ما نحسب التحدي الاول بيكون معنا 6 تحديات، ولو خلصت اثنين منهم راح تاخذ البيكاكس الخاص بطور الجيتاوي، وكذا نكون شرحنا التحدي الاول. التحدي الثاني اللي معنا، قم بالفوز مرة واحدة في طور الجيتاوي. من اسهل التحديات، لازم تلعب وتدخل لطور الجيتاوي لطور جديد وتفوز في جيم واحد. الطور مرة سهل، ومثل ما تعرفوا عادي يفوز اكثر من فريق في هذا الطور، يعني الفوز مرة ايزي. ولو فزت جيم واحد فراح تاخذ شنطة اللاما باللون الاخضر. التحدي الثالث، وهالمرة شنطة اللاما باللون الاحمر، لازم تفوز 3 مرات في طور الجيت اواي. اما التحدي الرابع واللي عليه شنطة اللاما باللون الابيض، فلازم هنا تفوز 5 مرات في طور الجيت اواي وتاخذ الهدية هذه. ونروح للتحدي الخامس واللي عليه شاشة انتظار، قم باستخدام الجرابلر 5 مرات في اجيام مختلفة. اظن الكل يعرف الجرابلر، الغرض اللي انشال من اللعبة ورجعوه في طور الجيت اواي. لازم باختصار تشيل الجرابلر وتستخدمه 5 مرات، مرة واحدة في كل جيم مختلف، يعني بتحتاج 5 اجيام في كل جيم تستخدم الجرابلر مرة واحدة وتكون خلصت التحدي الخامس. التحدي رقم 6 واللي بيعطيك سبراي على الجدار، قم بتدميج او احدى ضرب مجموع 200 على حامل الجوهرة. في طور الجيت اواي في لاما ويسموها الجوهرة، وهذه اللاما هي اللي تفوزك، ولازم تشيلها وتوصلها للباص عشان تفوز. ولما تشيلها راح تعطيك هيل طول ما انت شايلها، بس بنفس الوقت تخليك ابطا. فلازم تدمج اللاعب اللي يكون شايل هذه الجوهرة ويريد يوصلها للباص، وتدمجه بمجموع 200 دمج. وعشان تخلصوا التحدي بسرعة، فانصحكم تدوروا على الجوهرة، شيلوها وبعدين ارموها بمكان مفتوح، واول ما يجي لاعب ويشيلها على طول دمجوه، وتقدروا تخلصوا التحدي في جيم واحد بس. ولو ما قدرتوا فعادي تخلصوا في اكثر من جيم، الجيم الاول تدمج 100 والجيم الثاني تدمج 100 وتخلص التحدي. التحدي السابع والاخير واللي يعطيك حركة النزول، لازم تشيل الجوهرة 3 مرات في اجيام مختلفة. الجوهرة تلاقوها في خزانات طور الجيت اواي، او ممكن تشيلها بعد ما تقتل اللاعب اللي تكون مع الجوهرة. المطلوب هنا انك تشيل الجوهرة 3 مرات ولكن في اجيام مختلفة، يعني بتحتاج 3 اجيام وتشيل الجوهرة مرة في كل جيم وتكون خلصت كل تحديات طور الجيت اواي. وهذا مقطع اليوم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك لو ما شاركتوا، لان اشرح انا اي تحدي ينزل في فورتنايت. ونفس ما قلت لكم، لو حابين تدعموني فتقدروا تحطوا كود المتجر سيو عندكم، وبيكون اكبر دعم. اشوفكم المقاطع الجاية، ومع السلامة.